فرحه كبيره جدا طبعا يا مجدي، مبروك، هرجع لك تاني لكن نسجل مع نجوم النادي الاهلي تاني، وارجع لك تاني لان انت تستاهل كتير جدا يا مجدي، الف مبروك ان شاء الله. كابتن ايمن فرحه كبيره جدا وحاجه رائعه ومميزه جدا، انا عايز كمان احاول ان اخش على لعيبه النادي الاهلي، اخد ياسر كده، يمكن ياسر مش لابس بس هي دي الفرحه، وهو دول لعيبه النادي الاهلي، مبروك يا ياسر، تعبتوا واجتهدتوا ومجهود كبير، وراكم 100 مليون اهلاوي، كان في يمكن تحامل على نفسكم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، حابب تقولي لان لحظه مهمه جدا في تاريخ كل لاعب في النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، ببارك لجمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره والاداري والجماهير كلها واللعيبه الرجاله قوي اللي كانوا على قد المسؤوليه، الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، تعبنا من اول البطوله من اولها لاخرها، من اول ماتش كنا مركزين فيها قوي، وقعدنا الجمهور من السنه اللي فاتت، والحمد لله قدرنا نوفي بعض، قدرنا نوفي بالوعد بتاعنا الحمد لله، فربنا يا رب يكرمنا كده يا رب في البطولات الجايه باذن الله، وبارك لهم تاني، واحنا في كاس العالم للانديه يا جماعه، ده الاهلي وقت العزيمه بيبان الحمد لله. قول لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان عنده امل واصرار وعزيمه كبيره جدا وعنده ثقه كبيره جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان البطوله التاسعه هتكون بطوله بطولات النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، ببارك للجمهور اللي كان في ظهرنا على طول وكان عامل لنا دايما في ظهرنا ضغط، لازم البطوله تيجي باي طريقه، الحمد لله ببارك لهم كلهم وبقول لهم دي مش اخر بطوله باذن الله، وعقبال كاس العالم للانديه. Let's go.